السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا بخير. يا ريت لو أول مرة بتشوفيني تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنسيش اللايك. النهاردة معانا حاجة نعمة من نعم ربنا علينا اللي موجودة في الطبيعة، وهي نعمة النعناع. فالنعناع فوائد كثيرة، منها ان هو بيقلل من الام المعدة اللي احنا بنقول عليها المغص. لو حد عنده مغص بيجيب مية، كوباية مية سخنة، ويحط فيها اوراق النعناع ويغطيها، وبعد ما لون المية بيتغير بتصفيه وتشربيه عشان غلط نغلي النعناع لو هنستخدمه كشراب للمغص. بيحسن من عملية الهضم، لو حد عنده عسر هضم او عنده اضطرابات في عملية الهضم بيشرب النعناع بالطريقة اللي قلت عليها، وبعد كده بيحسن من عملية الهضم. بيقوي جهاز المناعة، من الحاجات الجميلة لجهاز المناعة. مهدئ للأعصاب، لما يكون حد كده متوتر او حد أعصابه مشدودة بنغلي، مش بنغلي، نقول كوباية المية السخنة ونحط فيها أوراق النعناع لمدة 5 دقايق ونغطيها، وبعد كده بنصفيها ونشربها. دي كوباية النعناع اللي بتهدي الأعصاب. بيجعل رائحة الفم طيبة، لو احنا عايزينه كمضمضة للفم بنغليه ونصفيه وبنحطه في إزازة ونتمضمض منه مرة الصبح ومرة بالليل. بعد كده بيساعد في توسيع الشعب الهوائية في حالة نزلات البرد، من الحاجات الجميلة اللي بتساعد على حفاظ على الجهاز التنفسي بصحة طيبة، وهو بيساعد في توسيع الشعب الهوائية. طيب النعناع قلنا خلاص ان احنا ممنوع نغليه عشان ما يفقدش خواصه ومميزاته، زي ما انا قلت الطريقه، كوبايه ميه سخنه نحط اوراق النعناع ونغطيها، وبعد ما اللون يتغير، لون الميه بيتغير، بنصفيه ونشربه، تمام. لكن لو مضمضه يجوز ان انت تغليها. النعناع حاجه جميله جدا جدا، ومن الحاجات اللي ليها نكهه قويه جدا في القضاء على رائحه الفم الكريهه للناس اللي عندها اسنانها ليها ريحه. دي من الحاجات الجميله جدا، ويا ريت حتى لو تجيبوه فريش وتاكلوه زي اللبان، جميل جدا وطعمه مستساغ، يعني ما فيهوش حاجه، يعني ما فيهوش حاجه شاذه ولا حاجه، طعمه طيب وحلو. تستخدموه زي اللبان كده، يا ريتكم تستخدموا النعناع وتحاولوا تشربوه كتير وتشربوه لاولادكم. مفيد جدا جدا جدا، مهدئ للاعصاب، وهيريحكم جدا جدا، وهيقضي على الام المغص وكل حاجه بتشتكوا منها. يا ريت نكتر من شربه، وبالذات في ايام الشتاء. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، وما تنسوش اللايك فضلا وليس امرا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.